عشان تبقى بيه يسمع عشان يسمع رأيه رأيه طبعا. ولا عشان بس يقعد كده يعني في الحلقة؟ كيس جوافة يعني، كيس ثانيا جوافة. بقى، هو لما يقول الجهل على شيء علق عليه الشيخ ما يصحش، ومش عايز اسمع رأي المحامي لو سمحتي، لان هو اي حد بيكلمه يقول له احترام السن بيستهزأ بالكلام اللي بيتقال. المفروض ان دي تربية وكلنا طلعنا عليها، فاحترام السن ده واجب، احترام الازهر ده واجب، طبعا وانا طبعا بأهيب بالازهر انه ياخد موقف ضد المحامي ده، لان اللي بيعمله ده فيه اهانة للازهر لا يا اخت وللشيخ اللي الازهر، انا قاعد مالي الازهر على راسي. واللي لا لا كلامه وما طبعا، بيسمعش هو ولا اخت الازهر، هو بصي، هو انا ايا كان بتكلم عنه اسلوب بطريقه مرفوض، برضو شخص لكن بمعينها، هي بتقول الدكتور رايها. ما اهانش انا الازهر ماليش طبعا دعوه في بالازهر، شيء ده ولا الازهر ده علماء مؤسسه الازهر دينيه شيء، الخاصه بالدوله ده على وربنا راس يكرمك المنفوخ. يا حبيبي، انا ولا بتكلم يجوز على طبعا طريقه اي شخص اهانه معين. ربنا على يكرمك يا الهوى. حبيبي، استاذ هكمل احمد ارجوك كمل يا نكمل في موضوع كمل يا الحلقه، ومش حبيبي عايزه والله. ليه ما مخدرات، تقطعنيش؟ لا طيب ليه حضرتك كل اذن صاغيه، بس تقول قول اللي عندك، لك ايه؟ قول كل اذن هل يجوز صاغيه. اصلا عقد شروط او اتفاق خارج عن عقد الجواز؟ هتسيبونا اكمل؟ ايوه اتفضل بقى، لا حول ولا احنا قوة. عايزين نبتدي مش نكمل، لحد انا دلوقتي والله ما عايز عندناش ابتدي. حاجه. انا كمان حاسس ان احنا محتاجين نبتدي عشان الناس تفهم. اتفضل يا اتفضل. حبيبي اتفضل. العقد ده مش عقد جواز زي ما الناس بتقول انه عقد جواز ومحدد المده ب3 سنين، الكلام ده غير صحيح خالص. طيب ده عقد اتفاق بين زوجين كانوا عايزين يتطلقوا. بالمناسبه في صدر عقد الزواج مكتوب في التمهيد ان الزوجين دول تزوجوا على يد مأذون الناحيه. زواج شرعي رسمي على كتاب الله وسنة رسوله وعلى الصداق المسمى بينهم، وان والدها كان هو الوالي اللي باشر العقد وفي وجود شهود، ومكتوب كمان بالبنط العريض هو ده زواج محتاج مؤبد. نكتبه؟ لا انا كتبته عشان الناس اللي بيقولوا ان ده مبادرة زواج التجربة زواج مؤقت، فحبيت اوضحها لهم عشان اقفل الثغرة دي، ومع ذلك بيقولوا برضه وبيكرروا نفس الكلام. انت هكمل حاطط ده يعني بند عشان تقفل بيه ثغرة كلام عشان الناس. الناس اللي مش فاهمه ده ايه، عشان اوضح لهم، وبرضه ما فهموش مسكوا في العنوان وسابوا المضمون. خليني اكمل لك. لو كان قصد حضرتك ان الناس تفهم كانت فهمت. والله ما نكمل. فهموا ولا عايزين يفهموا، عارفه ليه؟ قال ما بيقروش. هو انت قريت بس نوع كلنا مش انت اللي انت بتمشي عني. الشروط دي سيبني بس اكمل الله يخليك. ما انا هقعد والنبي هقعد سيبني بقى. اكمل الله يخليك. ما انت كل كلام انشا، كلامك انشائي ما فيهوش. وبعدين بقى يا استاذ عبيد اهو هيسيبني اكمل يعني، انت ولا ايه؟ عملت ولا طب امشي؟ اتكلم اتكلم يعني ازاي بنقول لك هسيبني اكمل ولا ايه يا استاذ؟ يسبق المشروط يا استاذ. الكلام ده كان يكون عند الشروط دي يا استاذ. ما دي مش عاوز بشروط زواج، دي شروط طلاق. افهم، استنى شروط عشان طلاق تفهم. ايه شروط ارجوك ايه؟ استنى عشان تفهم، ارجوك اسكت. تعرف تقول لي، تعرف تقول لي تعريف؟ انا مش عايز اقول لك تعريف عقد انا الزواج. عايزك ايه؟ تسمع تعريف عقد الزواج. انت مش جاي تمتحنني اعمل ايه؟ لا ازاي ما امتحنكش؟ ازاي؟ طيب هو ما انت ما فيش تكافؤ بيني وبينك. طبعا انت ما جاي فيش تكافؤ، انت مخك. احسن الناس. انت جاي تقول لي ارض انت تهدد عليك احسن أهد. الناس. انا بقى منتخب كده من مجموعه من العلماء، اجي اروقك بقى. لا اروقك في القعده واظبطك. وانت عقيده تعرف تزوجني عقيده وشريعه واخلاق وكل اللي انت عايزه. انا طب قول لي مين اللي جابك؟ للمشاهدين قبل حضراتكم، لان انا كنت مش هقدر استمر في المنشاه ده طبعا. فاحنا مش انت بس حضراتكم وناس اكتر منك ما تقدرش. يا راجل انت يا عم ده مريض، انت قدام البلطوز. انت راجل مريض. انا مريض.